يسجل سواريز ويعطي التقدم لمصلحة برشلونة. شوف الكرة الماضية، الله 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 على الاستلام. بعد ذلك يأتي ألبا وسواريز من جديد. أنا هنا، أنا موجود، أنا لاعبا للبرسا، أنا مع ميسي، لا يمكن أن أغيب، وإن غبت فلا بد أن أعود، لا بد أن أعود. يسجل لويس سواريز الآن هدف كفيل جدا بعودة لويزيتو. يا أخي طلع أسنان.